gotta be my someone. شلونكم عيني؟ شلون الصحة؟ شلونكم بعد؟ شلونكم ماكو؟ بما انه 24 ساعة تنطر فعبالي اصور فلوج ما راح تصير، فايش قلت؟ شو اسوي؟ نصور لكم تمرين اكتاف، لان اليوم عندي تمرين اكتاف. نتحضر نروح للجيم. بس شلون اعمل كليتا ونص ردان؟ حتى مو نص ردان ولا ردان. شنو الوجبة فرقد؟ ما ادري. كيفي. كيفي. لازم اصور الفيديو مال البنات. مال شلون بتحصلون جسم ساعة رملية. بس لحد الان ما مقرر انزل هذا الفيديو اول لو ذاك الفيديو اول، ما ادري. مهم شوفوا، الله كريم. معاناتي الابدية وهي المايك. طول عمري اسجل 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 والمايك ما مشتغل. ما اعرف، راح المرة اكتبها على ايدي. شغل المايك، شغل المايك، شغل. وكفت شغلة، اني تعرفوني ما احب الشتاء صح، بس من انتقلت لندن الله هداني وقمت شويه شويه احب الشتاء. ليش؟ خل اقول لكم ليش. بين ما احضر كرياتين والبيتا الانين، هذا الفيديو اذا تريدون تعرفون شنو هذا روحوا شوفوه. نرجع لقصتنا، ليش بديت احب الشتاء؟ بديت احب الشتاء لانه طبعا هاي اسهل مما اشيل هذني، فلذلك بدي اسوي هذا الموضوع. بديت احب الشتاء لانه انا بديت احب التصوير. كل ما اصور اكثر يوتيوب لقطات وسينمائيه وهاي مدري شنو، احب اسوالف كلش. فالشتاء بما انه اكو غيم بالموضوع، فيصير اكو الضوء، يصير في الديفيوجن، يصير الضوء هيك متساوي على كل اللي اريد اصوره، فتطلع الصوره تخبل. بعدني اكره الشتاء بس شوي بديت احبه، يجوز نصير اصدقاء ما ادري. المهم حتى اشوفكم شنو اللي دا قصده، بعولي هذا الفيديو بين ما اخلص شغلاتي يعني. شوفوا معي. وصلنا للجيم، صعد هسه ادري ان تنتظرون التمارين. يلا نبدا. من اقول لكم طول عمري انسى المايك، صار لي ساعه سجلت على طلعت المايك ما شاء الله. اوكي عمي، نبدا باول تمرين. هذا بالمناسبه تمرين اكتاف مالتي اللي دا اسويه حاليا نوعا ما اولد سكول. راح تشوف انه انا استخدم البار اكثر، الدمبلز راح يكون قليل كلش استخدم، يمكن تمرين واحد بس استخدمته. فتريد تتابع كله، تريد تاخذ التمرين براتيك، هذا مجرد اللي انا دا اسويه. فأول تمرين يعني هو أكيد الكلين بريس. كلين بريس واحد من التمارين اللي أحبه كلش الأكتاف، لأنه تزيد الرينج اوف موشن، تزيد المدة اللي دي يشتغل بها الكتف، من السحب مال الكلين دي يشتغل بها الأكتاف إلى البريس إلى النزلة إلى النزلة من مال الكلين بعد. فيعني واحد من التمارين اللي تزيد بها الرينج اوف موشن الأكتاف هو الكلين بريس، على بأنه راح يخلي فالجهد على المثلثات مالاتك. فبالنسبة للناس اللي عنده الأكتاف إنه نوعا ما ضعيفة، دخل كلين بريس وتكون واحدة من الطرق الغير مباشرة تستهدف فيها المثلثات. اهم شغله هنا انه السحبه مال البار تكون اقرب ما يمكن لجسمك، لا تسحب البار كانما بدك تاخذ كيل مقلوب، اخذه بهذا المرفق نكون على شيء. بالمناسبه هذا ان شاء الله راح اسوي عليه في فيديو يجي بالمستقبل للكلين اند بريس. فاذا قدرت اخذته اخذته، اذا ما قدرت اخذ اي شيء بمكان، تريد بريس دمبلز بريس بار مو مشكله براحتك. ثاني تمرين ويانا هو واحد من التمارين اللي تعتبر خطره نوعا ما، اكيد مو انا اللي اعتبرها خطره، اني يعني
مثل ما دائما اقول ماكو في التمرين خطر، واللي هو برايس بار خلفي اللي سويت عليه فد فيديو قبل اسبوع، فاذا تريد هذا الفيديو روح شوفه حتى تفهم الموضوع شنو. اهم شغله هنا انه تشوف الوزن مو كلش عالي. الفكره من الموضوع انه انا داريد اروح الرينج اوف موشن كلي، داريد اروح الحركه كامله، فذاك انه دا اطخه باكتافي واصعد كامل، عدبي انه دا اروح دفعات هواي، فانت اوريدي ما راح تقدر تصعد بيه وزن هواي. الفكره من هذا التمرين انه بقي كتفي صحي، لانه دا يسوي فد شيء ما متعود عليه اني بنشاط اليومي، وهذا راح يكون صحي اكثر. بنفس الوقت من اريد دفعات اكثر، فاهم شغله هنا انه تحاول تبقي الكور مالتك نوعا ما اكتف على مود ليه يتقوص ظهرك اكثر. اذا تشوف انه ظهرك كلش دايت يتقوص ومدى تقدر ودا يكون ضغط على ظهرك، تقدر تاخذ بالسميث، تقدر تاخذه جالس براحتك. التمرين الثالث ويانا هو واحد من التمارين اللي صراحه كلش ذاحبة حاليا هالفتره، واللي هو سحب بار بالوقوف عريض. توقف دا اشوف مثل ما قلت بارات كلش داس اعملها هواي. الفكره من هذا التمرين انه انا دا استهدف الاكتاف، فلذلك القبضه مالتي دا تكون نوعا ما عريضه، بس اذا دا تلاحظ انه انا دا ارفع الحد اسفل الصدر مالتي، ما دا ارفع اكثر، لانه اذا ارفع اكثر راح تبدي ذراعي تصعد اكثر عن مستوى الكتف مالتي، وهذا راح يدخل للمثلثات اكثر. انا اصلا جيناتي بمثلثات قويه، فما احب استهدفها بهذا التمرين. نجاك في التيب صغير وندا اسويه، واللي هي الرسغ مالتي دا يكون عدل. انتبه على الرسغ مالتي دا يكون عدل. اشوف هواي ناس من ياخذ التمرين يثني الرسغ مالته، وبالتالي يقدر يصعد رقبته اكثر، بس ما راح يكون التركيز على الاكتاف. فبقي الرسغ مالتك عدل، واصعد لحد اسفل صدر مالتك، وحاول قد ما تقدر انه تسيطر على التمرين بشكل عام. سوبر سيت مالتي راح يكون نشط دمبلس الجانبي، راح تكون كفت كسره بسيطة بالمرفق مالتك. واهم شغلة من تصعد حاول قد ما تقدر تقلص الاكتاف. اعرف الموضوع شوية صعب شلون تقلص اكتافك بهذا التمرين، بس هذا يجي ويا الوقت ويجي ويا الممارسة، فلذلك بقيها ببالك انه انت دا تقلص اكتافك حتى اذا ما دا تقدر تقلصها. وبالمناسبة اذا تريد تعرف عن هذا التمرين اكثر فهذا فيديو روح شوفه حتى تتعلم الاداء مالته بشكل صحيح. التمرين الاخير عاد راح يكون ايضا سوبر سيت، وهذا راح يكون الاكتاف الخلفية، وسوبر سيت مالته راح يكون الاكتاف الامامية. فاحنا نضرب كل زوايا الكتف وكل رؤوس الكتف بشكل عام. فكروس اوفر عكسي راح انا احب اخذ بدون اي قبضه، احب الزم من السيم، البك راح تكون صاعده لفوق، الذراع كسره بسيطه صغيرون بيها، وايدي تبقى نوعا ما مرفوعه اكثر، لا تنزلها لي جوا، يعني راح يبدا الظهر يشتغل اكثر، دفات تبدي تدخل بالموضوع، احنا ما نريد هذا الشيء. فالتب صغيرون لك انطيك اياها، حاول لا تدخل الظهر مالتك بالموضوع، حاول انه لا تطبق لوح الكتف مالتك سوى بحيث الظهر يتقلص، انا اريد اكتاف خلفيه، فنوعا ما حاول انه تبقي الظهر مالتك ثابت وبس الذراع مالتك تتحرك حتى تقدر تستهدف الاكتاف الخلفيه. سوبر سيت مالته راح تلزم قرص ومجرد نشر للامام. كما تقدر انه تبطئ الموضوع تقلصه، طبعا هذا اخر سوبر سيت فما اتوقع انه الحركه مالتك راح تكون كلش بطيئه لانه انت اصلا تعبان راح تكون، لكن ايش قد ما تقدر انه حاول تبطئ الموضوع، حاول تقلصه ايش قد ما تقدر. ارجع اقول كل هالامور خليها ببالك، فكر انه انت دا تسويها حتى اذا انت ما دا تسويها، مرور الوقت بالممارسة راح تتعلم وتتطور، وهذا هو اللي راح يطور اي عضلة ضعيفة موجودة عندك. كان خلصت تمرين الاكتاف، تريد عاد تتمرن كله، تريد تاخذ كم تمرين، تريد تبدل الضيفة، تريد بس مجرد تشوف الحركة، تريد اصلا بس مجرد تبع الفيديو وصل لك واحد حتى تروح القاعة تتمرن تمرينك انت. لو مهما كان الموضوع اريد انه فرقت شلون وين اسوي شنو اللي اتمرنه براحتك، ايش تريد تسوي؟ سوي اوكي. ساعة خلصنا راح ارجع البيت اكل، باكر عندي دوام، يعني اشوفكم بعدين. عمي سكوربينز.